السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رياض محرز يواصل التألق، رياض محرز يواصل إثبات إنه ما يقعدش دكة، رياض محرز يواصل إحراج بيب جوارديولا. وإن كان عندي تساؤل، هو بيب جوارديولا كان السبب في إعدانه ولا الكلام اللي كنا سمعناه إن أرتيتا مدرب المساعد لجوارديولا هو كان السبب؟ ما بيحبش محرز ومش عايز محرز طبعا يلعب، المدرب الحالي لأرسنال، فمش عارفين الكلام ده حقيقي ولا لا. بس بيثبت ان رياض ممكن الكلام ده يبقى حقيقي، لان رياض محرز هو بياخد للمره الخامسه على التوالي من ساعه المدرب المساعد ما مشى، وهو بياخد اساسي وبيتالق كل ما بينزل وبيساهم بهدف او بيصنع هدف. رياض محرز عمل مباراه رائعه النهارده، من وجهه نظري هو تاني احسن لاعب بعد المتالق النهارده جابرييل جيسوس اللي جاب هدفين وضيع اكتر من هدف. يلا بينا نخش نتكلم عن رياض محرز. بس قبل ما نخش على الحلقه، اتنزل عنا بلايك كتير، لان اللايك كتير بيخلي الفيديو بتاعنا ينتشر، فما تنساش علينا باللايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. ويلا بينا نخش على الحلقه. في البداية احب اتكلم ان رياض محرز كل ما بينزل بيأدي وبيعمل اسيست وبيساهم في اهداف، يعني بيأكد لجوارديولا ان انا ما هقعدش دكة. رياض محرز النهاردة عمل مباراة رائعة، انا من وجهة نظري عشان ما ظلمش جابرييل جيسوس، طبعا رياض محرز تاني احسن لاعب في السيتي النهاردة. رياض محرز بيساهم باسيست اكثر من رائع لجابرييل جيسوس، وجات له اكثر من كورة. رياض محرز كان مؤثر النهاردة، انا شايف ان هو وجابرييل جيسوس في المقام الاول طبعا، اللي عمل مباراه رائعه جدا جدا النهارده. جابرييل جيسوس رقم واحد، وبعد كده رياض محرز، هدفين لجابرييل جيسوس مضيع اكتر من هدف، والعارضه وكور غريبه، بس رياض محرز يجي في المرتبه الثانيه. رياض محرز كنا سمعنا كلامه، كان الناس تيجي تقول لي لا السبب في الاعدام رياض محرز هو ارتيتا المدرب المساعد اللي كان معه جوارديولا اللي دلوقتي بيدرب الارسنال. طب يا جماعه، هو مسؤول ولا مش مسؤول؟ انا يعني من ساعه ما مشى رياض محرز 5 ماتشات رياض محرز بيلعب اساسي، والحمد لله خلاص جوارديولا خد ثقه رياض محرز وبيلعبه اساسي وبينزل ما بيغسلوش. رياض محرز بيعمل مباريات رائعه، اسيستات او بيحرز اهداف، وممكن اشك في الكلام ده فعلا ان هو كان السبب، مساعد جوارديولا هو كان السبب في اعدام رياض محرز. بس الحمد لله اهو مشى ورياض محرز بيلعب اساسي، رياض محرز بيتالق من مباراه لمباراه، رياض محرز مستواه بيزيد من مباراه لمباراه، وده اللي قلنا عليه قبل كده ان رياض محرز طول ما رجله في الملعب هيزيد وهيعمل اسيستات وهيحرز اهداف. رياض محرز عايز ياخد بصفه اساسيه، رياض محرز لعيب رائع جدا جدا، رياض محرز لعيب مهاري يوديك انت هجوم في لحظه زي ما عمل مع جابرييل جيسوس النهارده، وفي كذا كوره كان ممكن رياض محرز يحرز اكتر من لقطه من هدف او يعمل كذا اسيست بكور كانت رائعه جدا. رياض محرز بيواصل اثبات الذات وبيقول لبيب جوارديولا ما تقعدنيش تاني دكه، ان شاء الله ان شاء الله في الفتره الجايه هياخد اساسي حتى في دوري الابطال، لو استمر بالمستوى ده هيلعب دوري الابطال ان شاء الله اساسي، وهيلعب المباريات الجايه اساسي. رياض محرز الجمهور فرحان طبعا بمستواه الثابت ده، ثبات في المستوى انه بينزل بيساهم في اهداف بيحرز اهداف. هنيئا لرياض، هنيئا لجوارديولا، مش هنيئا لرياض محرز، هنيئا لجوارديولا بلاعب بقيمه رياض محرز. قول لي رايك في الكومنتات، انت شايف رياض محرز النهارده دوره كان عامل ازاي؟ شايف ان مدرب مساعد جوارديولا ارتيتا هو السبب ان محرز ما كانش بيلعب اساسي؟ قول لي كل ده في الكومنتات، ولايك لايك كتير وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس.